لأن مشاهدينا نترككم مع جانب من المؤتمر الجماهيري بقنا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية. جميع الاستحقاقات السابقة لتقول نعم للاستقرار الدولة، نعم لنبذ العنف والتطرف والإرهاب. وكما قال فخامة السيد الرئيس في آخر لقاء كان يوم الاحتفال بالمرأة المصرية، أرسل فخامته رسالة إلى الشعب المصري ليقول له أنت صاحب القرار. حين قال فخامة السيد الرئيس لو نزل كل الشعب المصري وقال لا، ده هيكون أمر عظيم. دي رسالة بيبعث بيها فخامة السيد الرئيس للشعب المصري ليقول له أنت السيد في بلدك، أنت صاحب القرار، أنت من تقول نعم لمن تريد وأن تقول ومن يقول لا لمن تريد أن يحكمك. إن شاء الله بإذن الله سيكون يوم 26 و27 و28 يوم يثبت للشعب المصري فيه لنفسه وللعالم كله أنه أدي المسؤولية، أنه واقف وراء وأمام وبجوار القيادة السياسية لبلده التي حققت له الكثير من المنجزات والتي وضعت الدولة المصرية في مكانها الصحيح والتي أعادت للدولة المصرية هيبتها بعد كل ما مر بنا من انكسارات. الشعب المصري معروف عنه لن ينكسر أبدا. الشعب المصري ياما مر بظروف وياما مر بانتكاسات في 67. الشعب المصري بعد انتكاسة 67 عمل انتصار أذهل العالم، وهذا الانتصار يدرس الآن في جميع الأكاديميات العسكرية في العالم. عبقرية الشعب المصري أنه بيقدر دايما يصنع من المحن منح. إن شاء الله بإذن الله بعد كل اللي مرينا به من انتكاسات ومن سقطات بعد الثورات اللي حصلت، إن شاء الله الشعب المصري هيقف على رجله. إن شاء الله الشعب المصري بإذن الله يوم 26 و27 و28 هيكون أحسن وأعظم دليل للعالم كله أنه قادر على صنع المعجزات. ولكن كل هذا الزخم وكل هذا الحراك السياسي اللي حاصل في البلد واللي احنا عايشينه دلوقتي واللي احنا حاسين بيه وحالة الاستنفار اللي فيها الشعب المصري دلوقتي وإحساسه بالخطر أنه لازم يقف قدام دولته، مش هي دي القضية الأساسية. إن شاء الله دي هتخلص، لكن ما يواجهنا وما ننتظره تحدي ما بعد إن شاء الله الانتخابات الرئاسية، هو ده التحدي الأعظم للدولة المصرية. واللي أتمنى إن شاء الله بإذن الله نظل مستشعرين للخطر ونظل نعمل ونظل في هذه الحالة من اليقظة ومن الاستنفار، وإن إحنا دايما مستشعرين بالخطر. إحنا دلوقتي في مرحلة نكون أو لا نكون.